في مباراة تكتيكية كبيرة قدر تشيلسي ينتزع نقطة غالية خارج ملعبه أمام ليفربول في أنفيلد بعد ما فرض عليه التعادل الإيجابي 1-1. مباراة شهدت أحداث مثيرة كانت كفيلة بفرض التساؤلات على الاثنين مدربين. بقيادة مديره الفني يورجن كلوب بدأ ليفربول المباراة 4-3-3. الناحية التانية بدأ تشيلسي بقيادة توماس توخيل المباراة 3-4-2-1. ليفربول بدأ المباراة كالعادة بالضغط بكتة عالية 4-1-4-1. كان هدفه أولا إغلاق زوايا التمرير على كانتي وجورجينو، وثانيا قطع الاتصال عن وينج باكس تشيلسي جيمس وألونسو. فيرمينو يضغط على كريستينسن بعد ما يضمن أن الكرة موجهة للطرف. صلاح ينزل يراقب جورجينو وماني مستعد للضغط على أسبليكويتا. ومجرد ما أسبليكويتا يمرر لجيمس بينزل فيرمينو يراقب كانتي ويروح هندرسون يضغط على جيمس. روبرتسون ينزل مع هافرتس وفان دايك ملازم للوكاكو. السيناريو التاني لضغط ليفربول كان بيتم لو حصل تأخير في الرقابة، فكان فيرمينو بيضغط على كريستينسن وبيتأكد في نفس الوقت انه قافل زاوية التمرير على جورجينو لحد ما إليوت يقرب منه. ماني مستعد للضغط على أسبليكويتا في الوقت اللي بيقرب فيه هندرسون من كانتي وروبرتسون من جيمس، وبالتالي يجبر تشيلسي على الكرة الطويلة اللي كان مستعد فان دايك للتعامل معاها. الأمر كان بيتم في الجهة العكسية بنفس الكيفية، وده خلى تشيلسي مش قادر يخرج بالكرة بشكل سليم. تشيلسي كان بيستخدم نفس طريقة ليفربول في الضغط لكن في حالات ضربات المرمى بس، واللي كانوا بيشوفوا انها فرصة اكتر لقطع الكرة. اما في الطبيعي فالفريق فضل ان يضغط باستخدام الكتلة المتوسطة ب 3-4-2-1 او 5-2-3. الثلاثي الامامي بيكون منكمش جدا لمنع اي مسارات تمرير عمودية للاعبي وسط ليفربول، في حين ان وينج باكس مستنية فرصة المناسبة للضغط على الاظهرة في الوقت اللي بيغطي فيه كانت وجورجينو اي مساحات ناتجة عن تسليم الادوار، وكمان بيساندوا قلوب الدفاع اللي بتنزل للنص عشان تلازم واحد من الثلاثي الامامي. اثناء الاستحواذ كان شكل ليفربول 4-4-2 دايموند في المرحلة الاولى لبناء اللعب، فكانوا بيحاولوا دايما يخلقوا زيارة عددية على الاطراف لاجبار تشيلسي على الرجوع لمناطقه واستخدام الكتلة المنخفضة. وبعد ما ينجحوا في تخطي الثلث الثاني فالشكل بيكون 2-3-3-2. ليفربول حاول استغلال المساحة بين جيمس وأسبليكويتا، فكانوا باستمرار بيلعبوا كرات طويلة ناحية ماني على الخط الجانبي، وضعوا في مواقف واحد ضد واحد مع أسبليكويتا في الوقت اللي بيجري فيه هندرسون في ظهره، لكن الفريق ما نجحش في اختراق دفاع تشيلسي الا نادرا. اللحظات اللي قدر فيها ليفربول يلاقي ثغرات في دفاع تشيلسي هي ببساطة اللحظات اللي بتأدي الخلل في نظام توخيل الدفاعي الموجه ناحية الأفراد. لذلك ماني كان الحل للخروج عن المألوف وتغيير النمط. ماني يسقط للوسط يسحب معاه مراقبه من ثلاثي قلوب الدفاع، فيرمينو يتحرك لنص المساحة في الجهتين ويسحب معاه مراقبه ويبدأ واحد من إيليوت أو هندرسون في الجري في المساحة. على عكس ده فتشيلسي كان بيستخدم اللعب المباشر أكتر، فبمجرد ما الفريق يقطع كورة بيفكر في التمرير العمودي ناحية لوكاكو وبنسبة أقل هافرتس، وده خلى استحواذ الفريق في الشوط الأول 37% بس. ورغم إنه شيء مش معتاد للفريق إلا إن كتلته العميقة كانت نموذجية جدا في التعامل مع نظام ليفربول. بين الشوطين توخيل اضطر يعمل تبديلين دفعة واحدة بعد طرد ريس جيمس، فنزل تياجو سيلفا مكان هافرتس وكوفازيتش مكان كانتي. توخيل استخدم نفس اسلوبه في الشوط الاول، واللعب ب 10 لعيبه خلاه مضطر يستخدم كتله عميقه اغلب الشوط الثاني، فكان شكل الفريق 5-3-1 بعد ما اصبح ماونت لاعب وسط ثالث بجانب جورجينو وكوفازيتش. الناحيه الثانيه برضو كلوب اضطر ينزل جوتا مكان فيرمينو، لكنه قام بشويه تغييرات في استراتيجيه الفريق، فطلب من ارنولد انه يتمركز في نص المساحه اليمين، في حين ان روبرتسون يزيد اكتر في الناحيه الشمال. ماني وجوتا يلتزموا باماكنهم جوه منطقه الجزاء في الوقت اللي بيطلع فيه صلاح وإليوت على الخطوط الجانبيه علشان يسحبوا الونسو وروديجير بره تمركزهم. المشكله الاولى اللي وقع فيها ليفربول كانت عدم تناغم الثلاثي صلاح إليوت وارنولد في التحرك بدون كوره، وبالتالي كان بيتم حصارهم هناك. اما الثانيه فكانت القرارات السيئه اللي بتاخدها اللعيبه في الثلث الاخير، فكلوب طلب من ماني انه ينزل على الخط الجانبي في حين ان روبرتسون يتمركز في نص المساحه الشمال وفي مساندتهم هندرسون. ده اكبر جورجينو يخرج اكتر على الطرف ويسيب مساحه مركزيه للاعيبي ليفربول قدروا يسددوا منها في اكتر من مناسبه. مع تركيز دفاع تشيلسي الكبير على تبديل الرقابه كان جوتا بيلاقي نفسه وحيد داخل منطقه الجزاء، وبالتالي كان شبه مستحيل الوصول لمرمى ميندي اللي دوره ما اقتصرش بس على التصديات لكنه كان مؤثر في تدوير الكره ومحاوله لعب عدد من التمريرات اثناء اللعب المنقوصين، علشان بعد كده كلوب يرمي باخر اسلحته الكانتارا ومحاوله لعب كره خارج المألوف. لكن قراءة ياجو سيلفا وذكاء جورجينو وتغطيته للمدافع اللي بيقوم بالتغطية الوقائية منعت ليفربول من التسجيل. بعد ساعات قليلة من فوزه بجائزة أحسن مدير فني في أوروبا، قدر توخيل يوصل رسالة بأنه منافس حقيقي على لقب البريمير ليج، بعد ما قاد فريقه لتقديم أداء دفاعي مميز قدام مواطن كلوب، واللي ربما محتاج يعيد حساباته مرة تانية خلال فترة التوقف الدولي.